بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب نبدي اليوم موضوع جديد ضمن موضوع الرياضيات Applied Mathematics 2 واللي هو الموضوع Complex Number، واللي إذا أردنا نترجمها للعربية هي الأرقام المعقدة أو الأرقام المركبة. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم، علماً أنه هذه المحاضرات هي تستهدف طلبة المرحلة الثانية في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية جامعة ميسان. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، هاي complex numbers، هنا أنا مقدماً introduction. The real number system had limitation that were at first accepted and later overcome by serious improvement in both the concept and mechanics. نحن طلاب يقول في نظام الأرقام الحقيقية واجهنا بعض المقيدات أو limitations، واللي بعد ذلك من ناحية بعد ذلك في البداية تقبلناها، بعدين قدرنا أنه نتغلب عليها من خلال سلسلة من التحسينات بالمفاهيم والميكانيكي. يقول فيما يخص الكوادريت in connection with quadratic equation we counterate by the accept of imaginary part imaginary number and the device invented to handling it is notation اللي هو الI. هنا الطلاب يقول فيما يخص المعادلات التربيعية أيضا واجهنا مفهوم اللي هو الإيماجينري بارت أو الإيماجينري نمبر أو الرقم التخيلي، إذا كان يعني جذور المعادلة تساوي بالسالب، واللي قدرنا نتغلب عليها أو طلعنا طريقة أنه تغلبنا عليها من خلال قلنا أنه الآي تربيع هو يساوي لنا ماينس واحد أو الآي تساوي تحت الجذر سالب واحد. يقول بهذا الشابتر in this chapter we continue extension the real number system including imaginary numbers. هذا الفصل راح نتوسع بالreal number واللي تحتوي على جزء تخيلي imaginary numbers، وهذا النظام طلاب راح نسميه أو system called the complex number system، راح نسميه complex number system. هنا راح نجي بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. complex number الأرقام أو الرقم المعقد أو الأرقام المعقدة. هنا طلاب the complex number is a number of the form هو رقم ويكون على صيغة a زائد b i. إذن complex number هو يكون رقم على صيغة a زائد b i where a and b is the real يكون هي أرقام حقيقية، and هذا الجزء اللي هو الI واللي إذا ربعنا الI إذا ربعناه هو يساوي لنا ماينس واحد أو نخليه بدون تربيع شيء يساوي لنا تحت الجذر ماينس واحد. إذن طلاب الcomplex number هو يجي على صيغة A زائد B BI. الI ممكن تكون من هنا بعد البي او قدام البي، يعني ممكن اقيس اي زائد اي بي. ايش الطلاب الرقم اي وبي هي ارقام حقيقيه، والاي اللي هو يساوي لنا تحت الجذر سالب واحد، او اذا اي تربيع يساوي لنا سالب واحد. هنا نطلب the letter a الحرف a called the real part، يعني الحرف a هذا هنا نسميه ان الاي وبي هي ارقام حقيقيه، مثل الاي ممكن تكون 2 3 4 وكذلك البي تكون 2 3 4 افتهمناها. بس هذا الجزء كله يسمونه ريال بارت الجزء الحقيقي، وهذا الجزء الثاني اللي يحتوي على اي نسميه ايماجينري بارت او جزء التخيلي. اند بي از كولد ايماجينري بارت اوف يا هو مالت هذا الرقم اي زائد بي اي. يقول اذا كان الاي يساوي صفر، يعني اول جزء يساوي صفر يعني باقي بس بي اي، the number
IB is say يطلق عليه أو يسمى purely imaginary number، يعني رقم تخيلي، هنقول purely صافي أو حقيقي. And if A if B يساوي 0 the number A is real، رقم حقيقي. يعني إذا هذا الجزء ساوي 0 يبقى بس الـ A ونقول عليه رقم حقيقي، بينما هذا الـ A 0 يبقى بس الـ BI نقول هذا pure imaginary number أو رقم تخيلي، نقول صافي أو يعني purely يعني رقم أو جزء تخيلي أو رقم تخيلي. And أنا طلاب the real number and pure imaginary numbers is special cases of complex number، هي حالات خاصة من complex number. هنا طلاب the complex number is denoted by Z، الكومبلكس نمبر نرمز له بالرمز Z. مثال على ذلك انه Z يساوي A زائد B I، اذا هذا هو الكومبلكس نمبر او الرقم المعقد، نرمز له راح ان شاء الله خلال دراستنا بالرمز Z، واللي هو شي يساوي A زائد B I. بصيغة الكوردينيت، اذا كانت صيغة كوردينيت راح نرمز Z شي يساوي A فارزة B، يعني إذا أريد نعبر عنه كنقطة هي فارزة B، يعني إذا كان إحداثيات. هنا طلاب يقول إذا كان كل رقم حقيقي بالكومبلكس نمبر هو 0 as it is imaginary part، يبقى بس الجزء الإيماجينري. هنا نطلب ال properties of complex number، خواص ال complex number. أول خاصية يقول the two complex number، هذا يعني عندنا رقمين مركبات اللي هو هذا أول رقم A زائد B I والرقم الثاني C زائد D I are equal، يكونون ذن الرقمين متساويين شو وقت if only if إذا وفقط إذا، يعني شو وقت يساوين إذا كان الـ A يساوي C، يعني الجزء الريال بالكومبلكس نمبر الأول يساوي الجزء الريال بالكومبلكس نمبر الثاني، والـ B اللي هي بالجزء التغيري بالكومبلكس نمبر الأول يساوي الـ D، يعني الـ B هاي طلاب يساوي الـ D بالجزء هذا الثاني. إذا هذا الأرقام تساوت نقول إنه ذني الكومبلكس نمبر ذني متساوي. يعني مثال على ذلك طلاب يقول هذا الرقم التخيلي اللي هو x minus 2 زائد 4 y i، هذا الجزء الحقيقي وهذا الجزء التخيلي، يساوي هذا الكومبلكس نمبر الثاني اللي هو 3 زائد 12 i. بما انه قال لي يساوي، اذا هذا الجزء الحقيقي يساوي هذا الجزء، فاذا x minus 2 يساوي 3، لان هذا جزء حقيقي وهذا جزء حقيقي، و 4 y يساوي لنا 12 و 4 y يساوي لنا 12، اذا y يساوي 3 وهنا x minus 2 يساوي 3، اذا x يساوي 5. هاي اول طلاب اول خاصيه. الخاصيه الثانيه if any complex numbers vanishes then it is real and imaginary part will separately vanishes. يقول إذا جزء الطلاب إذا complex number vanishes يعني اختفى أو تلاشى، فبهالحالة إنه الجزء الحقيقي والimaginary part أيضا راح يتلاشى. يعني إذا complex number كله اللي بما بضمن الجزء الحقيقي والتخيل يساوي صفر، فإذا بهالحالة أيضا الجزء الحقيقي مالته والجزء التخيلي مالته أيضا راح يساوي صفر. مثال على ذلك يا طلاب، شوف هنا ايش قال هسه. إذا كان A هذا الجزء الحقيقي مال الكومبلكس نمبر زائد IB هذا كله كومبلكس نمبر ساوي صفر، زين بهالحالة إذا الـ A شو يساوي لنا؟ هذا النقلة برا، شو يساوي لنا؟ ماينس
اي بي. هسه بتربيع الطرفين سكوير ذا بوث سايد من ربحهن، اذا اي تربيع يساوي لنا ماينس بي تربيع. راح هسه نرجع البي، رجعها هنا، راح يصير عندنا اي تربيع زائد بي تربيع يساوي صفر. وهاي الحاله، اذا هاي الحاله ما يعني تصير، اذا كان انه الاي يساوي صفر والبي يساوي صفر، يلا تتحقق هاي الحاله، يعني انه it is possible only when، هذا ممكن بحاله واحده اللي هي الاي يساوي صفر والبي يساوي صفر تربيع، اذا كان تربيع فيساوي صفر، وبالتالي تتحقق هاي المعادله انه الكومبلكس نمبر يساوي صفر، اذا مركباته الاي والبي ايضا يساوي صفر. تلاشى هنا طلاب من ربع الطرفين صار هنا اي تربيع يساوي ماينس اي بي، هذا كله تربيع، فبالتربيع هذا ينزل اي تربيع شي يساوي بالتربيع السالب، يروح راح يروح السالب، راح سالب ايش بقى؟ اي تربيع بي تربيع، تنزل هاي الاي تربيع يساوي الاي تربيع شنو طلاب؟ قلنا الاي تربيع هي ماينس واحد، او بس اي تساوي تحت الجذر، فاذا هي ماينس واحد ما نكتبه بي تربيع، واللي هي هاي طلاب بعد التربيع الطرفين، بعد تربيع الطرفين. طلاب هنا هسه basic algebraic operation on complex numbers، الالجبريك العمليات الجبرية على الcomplex number. أول عملية طلاب هي الaddition أو الإضافة أو الزائد الجمع. إذا عندنا complex number واحد اسمه z1 يساوي a1 زائد b1i، وعندنا complex number ثاني اللي هو z2 واللي مركب الحقيقي a2 والمركب التخيلي مالته b2، المركب مالته b2 i، فمن نريد نجمعهم z1 زائد z2، هنا هاي الطلاب ينزل الرقم الكومبلكس نمبر الاول وزائد الكومبلكس نمبر الثاني، فراح ينجمع الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي a1 زائد a2 زائد، ينزل هذا الجمع بيناتهم وتنزل الاي طلاب، ونجمع الجزء الرقم الحقيقي بالجزء التخيلي b1 زائد b2. هاي عملية الجمع طلاب، يعني هاي مطلوبة تحفظوها، يعني العمليات الجزء الحقيقي بالبارت الحقيقي ويجمع الرقم الحقيقي بالجزء التخيلي. هنا أنا طلاب subtraction الطرح z1 ناقص z2، أيضا ينزل الرقمين طلاب بيناتهم ناقص، الجزء الأول الحقيقي يطرح من الجزء الحقيقي الثاني، تنزل الآي، تنزل علامة زائد بيناتهم طلاب، تنتبهوا له هنا ما تنزل الآي، آي وجزء الرقم الحقيقي بجزء التخيل الأول ناقص الرقم الحقيقي بالتخيل الثاني. إذا طلاب قلت لك z مثل z2 ماينس z1، راح يصير هنا a2 ناقص a1، وهنا يصير b2 ناقص b1، يعني لازم نراعي الترتيب. multiplication الضرب طلاب، عملية الضرب بين الأرقام التخيلية. هذا عندنا complex number مضروب complex number ثاني z1 في z2، ينزل طلاب الأرقام وبيناتهم علامة الدوت الضرب، فراح شي يصير طلاب هنا a1 في a2 زائد، هذا أول جزء، زائد b1 في b2، والآي تربيع. ليش؟ لأن هنا b1 i في b2 i، اي في الاي تربيع، تنزل هاي اي تربيع طلاب شوفوها، هاي الاي تربيع بي1 بي2 زائد انه بالاي1، هسه هذا قلنا اي1 في اي، وهذا في هذا، انه بهسه الاي1 في بي2، عصير اي1 بي2 اي وبي
و B1 I تنضرب في A2 B1 I2 I A2 في I ويصير الناتج طلاب هنا أول ناتج يعني هم راح يطلع لنا رقم هم complex number راح شي يصير A1 A2 minus B1 B2 هذا جزء يعني جزء حقيقي زائد زعم زائد I في A1 B2 زائد B1 A2 هذا الجزء التخيلي imaginary part يعني الناتج عملية الجمع والضرب والطرح يطلع لنا number أو complex number ناتج عنه. أوكي طلاب نجي للخطوة الرابعة اللي هو division أو القسمة إذا كان عندنا Z1 تقسيم Z2 اللي هو طلاب A1 زائد B1I على A2 زائد B2 هنا طلاب راح نضرب الطرفين بالمرافق احنا كنا نتذكر نسميه بالمرافق اللي هو نضرب الطرفين مال القسمة بالمرافق احنا كنا نسميه نتذكر بالإعدادية واللي هو المقام يعني نضرب الطرفين بالمقام لكن شنو نعكس إشارته شوفوا طلاب هسه هنا شنو المقام A2 زائد B2I فنعكس إشارته شو يصير A2 ناقص B2I هنا أنا طلاب هذا هو Z1 زائد على Z2 نزلنا هاي Z1 وهاي Z2 نضربهم بين الطرفين يعني بسطوا مقام بمقلوب العفو بعكس إشارة المقام هنا A2 minus B2I على A2 minus B2I كأنما ضاربين في واحد إن هذا على هذا هي كأنما واحد فبالقسمة طلاب نضرب القسمة بالcomplex number اللي هو المقام لكن عكس الإشارة بالمرافق يعني فشنو هو المقام نجي نباوع A2 زائد B2I هذا هو الcomplex number Z2 نغير إشارته ونضربه بالطرفين هنا بما أنه زائد إشارته صارت سالبة ضربناه بالطرفين راح شو يصير طلاب هنا هذا في هذا راح يصير A2 تربيع زائد B2 تربيع هذا طلاب هذا في هذا والفوق طلاب هي حاصل ضرب عددين مركبين واللي تعلمناه هنا طلاب هذا هو الحاصل الضرب فتكون النتيجة طلاب مالت القسمة هذا مجرد توزيع يعني هذا جزء يجي هنا يعني هذا ناتج القسمة العفو هذا ينضرب في هذا وهذا ينضرب في هذا بعدين هذا ينضرب في هذا وهذا ينضرب في هذا فتكون ناتج القسمة هو A1 في A2 زائد B1 B2 على A2 تربيع زائد B2 تربيع زائد I هذا طلاب B1 A2 ناقص B1 B2 على أي تربيع لأن هذا يتوزع على الحدين وناتج القسمة أيضا طلاب يعطينا complex number هذا الجزء الحقيقي مالته وهذا الإيماجينري بارت الجزء التخيلي مالته هسه طلاب راح نجي نسوي أمثلة أو نحل أمثلة على الألجبريك properties مالت الكومبلكس نمبر نعطي لاب example 1 add and subtract the number يعني اجمع واطرح هذا الرقم التخيلي مع هذا الرقم التخيلي فهسه بالجمع من نجمع طلاب لنفرض احنا هسه عندنا هذا اسمه Z1 وهذا نسميه Z2 فهسه Z1 زائد Z2 شو يساوي لنا؟ كنا بنجمع هذا الجزء الحقيقي نجمع مع هذا الجزء الحقيقي راح يساوي لنا 5 زائد هنا 4 زائد ماينس 7 راح شو يصير الناتج؟ ماينس 3
اي هاي ثلاثة طلع نجي هنا أنا. هذا هو الفا ناتج يساوي خمسة ماينص ثلاثة اي. الطرح طلاب زد 1 ماينص زد 2 عشان يساوي لنا 3 ناقص 2 1 4 ماينص عشان يصير هنا عندنا 4 ناقص ناقص 7 ناقص ناقص يصير موجب فيصير 4 زائد 7 11 هنا ينزل زائد 11 اي ويساوي لنا 1 زائد 11 اي. Now, the lab example 2, find the product of the complex number. هذا product يعني شنو طلاب؟ dot product يعني الضرب. هذا الكومبلكس نمبر هنسميه زد 1 وهذا الكومبلكس نمبر الثاني هنسميه زد 2. جيت حاصل الضرب بيناتهم فاجا طلاب خلي العدد هو الرقم المركب الاول والرقم المركب الثاني وبينات اشاره الدوت الضرب فناتج الضرب ايضا طلع لنا هذا كومبلكس نمبر. هسه راح نشوف الطلاب 3 في 2 6 النوبه ناب 4i في ماينس 7i 4 في 7 21 والماينس ينزل i هنا i بi حيصير عندنا i تربيع. اوكي طلاب هنا انا هسه نجي 3 في 7 العفو 4i نفس الشيء 4i في 2 راح شي يساوي لنا 8 اي و 3 في 7 اي يساوي ماينص 7 يساوي لنا 28 اي تربيع. اوكي طلاب الستة تنزل هاي 28 هنا هذا طلاب الاي تربيع شنو قلنا هو سالب واحد فراح شي يسوي هاي يسوي هذا موجب. هي هاي اي تربيع ناتجة من 4 اي طلع بس نرجع للدوت برودكت الضرب هذا هو الطلاب في هون اي 1 في اي 2 نوب بي 1 في بي 2 اي تربيع اوكي نوب اي 1 في بي 1 اي 1 في بي 1 اي و بي 1 اي في A1 B1 في A2 فهذا BI و I بس هذا الجزء BI تربيع. جزء BI تربيع ويجي من 4 في 7 7 14 و 28 لا إذن هاي طلاب هاي ناتجة هسه نجي هنا طلاب هاي الواحد وعشرين هي هاي هذا أربعة اي في سبعة اي هو هذا طلاب ماينص 28 اي تربيع
ثلاثة في سبعة هو ثلاثة في سبعة هو يعطينا ماينس 21 اي. اوكي طلاب، فهسه هاي ماينس 21 زائد 8 اي يساوي لنا ماينس 13، هذا بهذا يساوي لنا ماينس 13، وهي 28 اي تربيع. قلنا شنو اي تربيع؟ هي سالب، سالب راح تسوي هذا تسويه موجب، فهي 28 تنجمع ويا هاي الستة يطلع لنا هذا الرقم طلاب، 6 زائد 28 34 زائد ناقص 13 اي. اوكي طلاب، نجي للمثال او الاكزامبل الثالث اللي هو يقول قسم هذا الرقم الريال، هذا الكومبلكس نمبر على هذا الكومبلكس نمبر. احنا حافظين طلاب قلنا هذا بما انه هذا يتقسم على، اذا هذا المقام هذا راح نزلنا الكومبلكس نمبر الاول ونزلنا الكومبلكس نمبر الثاني بما انه قسمه نزلنا ذني طلاب، راح نضرب في مقلوب او عكس اشاره المقام، بما انه ناقص راح يصير موجب، بموجب 2 زائد 7 اي. هاي العمليه راح شي يصير عندنا هنا هاي 2 تربيع يصير 4 زائد هاي تربيع راح يصير 49، وهذا طلاب يصير عباره عن ضرب مر رقمين واللي يكون هو هذا الناتج، والناتج النهائي يعطينا هذا الكومبلكس. اوكي طلاب، اجينا طلاب هنا يقول عبر عن هذا الرقم او هذا بصيغه، عبر عن هذا الرقم بصيغه الكومبلكس نمبر اي زائد بي اي. هنا طلاب راح نجي ننزله هو هذا المثال، شنو هاي بالفوق؟ هو عباره عن ضرب مركبين معقدين، يعني مقسم على مركب معقد. أول شيء لازم نكمل الضرب بعدين نجرى عملية القسمة. فهنا أنا ضرب طلاب 2 زائد I في 1 ناقص I، ضرب هذا الناتج طلع لنا 3 ماينس I ويتقسم على 4 ناقص I. هسه راح يسوي عملية القسمة بعد ما كملت عملية الضرب، نزلهم طلاب هنا شوفوا ضرب هسه مقلوب المقام ناقص سواه زائد، يعني عكس إشارة المقام، إنه أجرى عملية القسمة، يعني بسط أجرى عملية القسمة. بعدين بعد ما كملت عملية القسمة أعطانا هذا الناتج اللي هو 3 على 5 زائد اللي هو الجزء البري بارت زائد 1 على 5 اي اللي هو imaginary part. هنا طلاب مثال 5 يقول separate افصل into الى real and imaginary parts، افصل هذا الحد او السؤال الى جزء حقيقي وجزء تخيلي. يعني هم سوي شلون هذا الناتج طلاب هيك، يعني بصيغه اي زائد بي اي. هنا طلاب هي قسمة راح يضرب بعكس إشارة هذا، يضرب الطرفين بعد إكمال عملية القسمة راح يكون هذا الناتج النهائي اللي هو 7 زائد على 10 زائد 11 على 10 I. فالجزء الحقيقي هسه يا هو الـ A real part اللي هو 7 على 7 على 10، و الجزء التخيلي اللي هو 11 على 10. هنا طلاب extraction of square root of the complex number example 6. Extract the square root of the complex number، يعني هذا طلاب الكومبلكس نمبر 2 21 ناقص 20 هاي اوكي طلاب راح نكتفي بهذا الحد اليوم ونكمل ان شاء الله بالمحاضرة التالية. وصلنا لـ example 6 ونكمل إن شاء الله.
أنا هاي المحاضرة إن شاء الله راح أرفعها إلكم طلاب على قناة التليجرام إن شاء الله. وشكرا لكم، ونكمل بالمحاضرة القادمة إن شاء الله.